السلام عليكم أصدقائي وأصدقاتي في كل مكان، حياكم الله ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مدونة المحترف. وموضوعي لهذا اليوم سيكون حول موقع أمازون وموقع إيباي. فهناك الكثير من الأسئلة التي تطرح حول هذين الموقعين، وهناك من يسأل عن يعني الطرق الاستلام، هناك من يسأل هل يعني إذا اشتريت شيء من موقع أمازون وإيباي هل سأتوصل به في بلدي، هناك من يسأل عن الجمارك. إذن هناك الكثير من الأسئلة حول موقع أمازون وإيباي، وإن شاء الله هذه الحلقة سأحاول أن أركز فيها على هذه النقاط. لكن دعوني يعني قبل أن نجيب عن يعني هذه الأسئلة، فيجب أولا أن نفهم الفرق، لأن موقع أمازون ليس هو موقع إيباي، فهناك عدة فروقات على عدة مستويات، ولكن سنركز في نقطة واحدة حتى يفهم الجميع، وهي أن الفرق بين يعني والفرق الجوهري بين موقع أمازون وموقع إيباي يكمن في كون أولا أن موقع أمازون هو عبارة عن متجر إلكتروني، يعني أن موقع أمازون يتوفر على السلعة يبيعها انطلاقا من بوابة إلكترونية هي amazon.com أو amazon.fr أو .co.uk إلى يعني إلى غير ذلك. أمازون عبارة عن متجر كبير يتوفر على السلعة ويبيعها. موقع إيباي عكس موقع أمازون، فموقع إيباي هنا هو يعني بيع بالمزايدة، وهو يلعب دور وسيط بين البائع والمشتري فقط لا غير. فموقع إيباي يعني أنت تمتلك سلعة تستطيع أن تبيعها في موقع إيباي، وقد يأتي مشتري يعرف كذلك موقع إيباي ويشتري منك. يمكن كذلك البيع بالمزايدة يعني كأي سوق يعني حقيقي، يعني هناك بيع بالمزايدة أو يعني تبيع سلعة سواء كانت جديدة أو قديمة ويأتي مشتري ويشتريها منك. إذن هذا الفرق الجوهري بين موقع أمازون وموقع إيباي. نعم في أمازون كذلك هناك الماركت بليس، ولكن كما قلت لا نريد أن نتطرق إلى فروقات أخرى، نريد أن نركز في الجوهر يعني بين موقع أمازون وموقع إيباي. إذن هذا هو الفرق الجوهري. الآن بالنسبة للإخوان والأخوات الذين يطرحون سؤال حول التوصل بالمنتجات التي يشترونها، وهل هذه المنتجات قد تصل إلى بلدهم؟ جميل. إذن الجواب على هذا السؤال سواء للمغاربة أو للإخوة العرب الذين يتابعونني الآن، فبالنسبة لموقع أمازون صعب جدا الإجابة. لماذا؟ لأن هناك بعض التصنيفات للمشتريات لا يمكن أن تصل لأي بلد سواء كان المغرب أو بلد عربي، وهناك بعض التصنيفات التي يمكن أن تصل إلى بلد عربي دون آخر. يعني مثلا يمكن مثلا لا أعلم يعني نوع من مثلا نوع من أنواع اللباس أو اللباس على العموم، يمكن اللباس مثلا أن يصل إلى المغرب، ولكن مثلا نفترض هذا ليس صحيح، فنفترض مثلا أنه يمكن أن يصل إلى المغرب ولكن لا يمكن أن يرسل إلى مصر أو إلى تونس أو إلى الجزائر. لهذا فموقع أمازون وضع بوابة أو وضع رابط من خلاله يشرح أو يضع أسماء الدول التي يمكن أن يرسل إليها تصنيف معين من المشتريات. يعني أن مثلا ألعاب الفيديو، مثلا ألعاب الفيديو أو يعني softwares أو البرامج مثلا إذا اشتريتها من أمازون لا يمكن أن تصل إلى المغرب، على عكس إذا اشتريت ملابس يمكن أن تصل إلى المغرب. فهناك فرق جوهري فيما يخص هذه النقطة. هناك فرق جوهري كذلك في الموقع الذي ستشتري منه مثلا في أمازون. فمثلا عندما ندخل إلى موقع amazon.com، فموقع amazon.com هو واضح أننا لا نرسل المنتجات إلا لليونيتد ستيت وكندا ولا نرسلها إلى دول أخرى. أما مثلا عندما تدخل إلى amazon.fr فهنا تجد أن يعني هناك لائحة وقائمة بها الدول التي يمكن أن نرسل لها المشتريات حسب التصنيفات. لهذا يجب أن نركز في التصنيف قبل أن تشتري أي منتج من أمازون. ابحث مثلا، ادخل على هذا الرابط الذي يظهر على الشاشة وابحث هل ذلك التصنيف الذي ستشتريه سواء ميك اب سواء الكترونيات، سواء مثلا الالكترونيات لا يمكن أن تدخل إلى المغرب، فمثلا الكترونيات إلى غير ذلك، هل
هذا التصنيف. مثلا اذا كنت ساشتري مفتاح USB اذا يدخل في بوابه الالكترونيات او في تصنيف الالكترونيات، اذا الالكترونيات لا يمكن ان ترسل الى المغرب. ولكي اتاكد ادخل على دائما على هذا الرابط وابحث هل دولتي توجد في الدول التي يمكن ان اراسلها او التي يمكن ان يراسلها موقع امازون ب يعني بما اشتريته. فوالا، اذا هذا بالنسبه لموقع امازون. الان ننطلق الى موقع ايباي. ايباي مغاير جدا، ايباي يمكن ان يرسل الى عديد من الدول ومن بينها المغرب، ولكن النقطه هنا لا تتدخل فيها موقع ايباي بحد ذاته، بل البائع. يعني انه عندما تريد ان تشتري عفوا منتوج من موقع ايباي، فهنا البائع هو من يتحكم، هو من يستطيع أن يرسل لك المنتوج إلى بلدك أو لا يستطيع. يعني هنا قبل أن تشتري منتوج من موقع إيباي اسأل البائع دائما هل يمكن أن ترسل، هل يمكن هذا المنتوج الذي سأشتريه منك هل يمكن إرساله إلى المغرب، أو هل يمكن إرساله إلى تونس، أو هل يمكن إرساله إلى مصر أو إلى السعودية أو إلى الإمارات أو 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 أو, أو. يعني يجب أن تسأل البائع هنا، لأن البائع هو الوحيد الذي يمكن أن يجيبك عن هذا السؤال. نقطة أخرى بالنسبة لموقع إيباي أنه قبل أن تشتري من موقع إيباي ابحث دائما عن سمعة البائع، لأن هناك بعض البائعين المحتالين، لهذا ابحث دائما عن سمعة البائع. وسمعة البائع تكون من خلال يعني التعليقات التي تضاف حول خدماته إلى غير ذلك. إذا أتمنى من صميم القلب أن أكون قد وضحت لكم نقطة أمازون وإيباي، وإذا كان لديك أي سؤال يمكن أنني لم أطرحه كإجابة في هذه الحلقة فطبعا يمكنك أن تطرحه في التعليقات. وأنا أقول هذا الكلام أتذكر كذلك بالنسبة للجمارك. بالنسبة للجمارك فللإشارة هذا السؤال حساس، لا يمكن أن أجيب وأعطيك رقم، يعني بطبيعة الحال لست أعمل في الجمارك، ولكن يعني الجمارك قد تختلف من دولة إلى أخرى، قد هناك كذلك شراكات تعملها الدول فيما بينها ويمكن أن لا تدفع الجمارك. يعني الجمارك على العموم تبقى على حسب السلعة وقيمة السلعة، يعني كلما ارتفع الثمن كلما اعرف انه راه انت تدخل في باب الجمارك، يعني يمكن ان تدفع جمارك. كلما كان الثمن بسيط الا ومن المستبعد ان تدفع الجمارك. وهناك خدعة يمكن هذه أول مرة سأقولها، هناك بعض المواقع التي عندما ترسل لك منتوج لا ترسله لك بقيمته الحقيقية، وهنا سأقول لكم شيء حدث معي هذا الأسبوع بالنسبة لموقع تايني ديل. فأخذت بعض السلع من موقع تايني ديل، هذه السلع القيمة الحقيقية قيمتها الحقيقية تصل إلى تقريبا 700 درهم، أزيد من 800 دولار. فعندما يعني او في الباكيج في الصندوق موقع تايني ديل لم يضع الرقم الحقيقي، يعني تجد انواع المنتجات وامامها مكتوب فقط 3 دولار 2 دولار 1 دولار، كما لو انني اشتريت هذه المنتجات ب 3 دولار 2 دولار 1 دولار. في الحقيقه كنت اعتقد انني سادفع الجمارك، لكن عندما وصلني الباكيج لم ادفع ولا مليم. فتساءلت عندما بحثت في الباكيج وجدت ان قيمه السلعه ليست القيمه الحقيقيه، يعني وجدت 1 دولار 2 دولار و 3 دولار فقط لا غير. اذا اتمنى من صميم القلب ان تكون هذه المعلومات قد كانت مفيده بالنسبه اليكم، واضرب لكم موعد إن شاء الله في الحلقة المقبلة بإذن الله. دمتم في أمان الله، ورجاء دائما لا تبخلوا علي بزر لايك، لأن لايك منكم يشجعني دائما على الاستمرار وعلى البحث وعلى كذلك الإبداع. غير ذلك يمكنكم كذلك وضع تعليقاتكم، ولا تنسوا زيارتنا على مدونة المحترف www.teachprofessional.com، أدخل مدونة تقنية عربية، هناك العديد من الأخبار والمواضيع الأخرى الكتابية التي يمكنك تصفحها فقط على مدونتنا. يمكنك كذلك النقر على زر سبسكرايب من أجل الانضمام إلى أزيد من 450 ألف مشترك بقناتنا على اليوتيوب، وكذلك يمكنك الانضمام إلى أضخم صفحة تقنية عربية بأزيد من 900 ألف معجب فقط على facebook.com/shuri.professional. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.